واحنا معانا الدكتوره نيفين القباج معالي وزير التضامن. يا دكتور طبعا بنرجع لحضرتك، وسؤالنا كان قبل الفاصل انه اول هديه عيد ام تفتكريها. اول هديه كانت بلوك نوت عليه رسومات جميله قوي، رسومات اطفال من مريم ولا من يوسف؟ من مريم كانت هي اول هديه. مريم جت الاول فكانت اول هديه بلوك نوت، وهي منظمه جدا جدا جدا. فالبلوك نوت كان محطوط، كانت بعتقد عندها يمكن 5 سنين. والبلوك نوت هي انا كان في حاجات كان بكتب فيها كل يوم انا هعمل ايه، فجابتهولي اتبسطت بيه جدا، كان عجبني. واحنا بندف احنا كنا في الوقت ده وانا كنت عايشه بره، وقلت هبقى اشتريه بعدين. محتفظه بيه لسه يا معالي الوزيره؟ لا للاسف. محتفظه بجواباتهم هم. يعني كنا مثلا لو هتعمل حاجه ازعل منها فتروح كاتبه لي ورقه، هو هيخرج فيكون كاتب لي انا خرجت في الحته الفلانيه، او يعمل اول رسمه في المدرسه. لا دي الحاجات دي محتفظه بيها لسه، لكن بلوك نوت بتاعي انا لا مش معايا للاسف، لكن معايا حاجاتهم هم. طب الولاد، انا عارف الولاد ما بيجيبوش هدايا تقريبا يعني. لا والله لا والله جاب انا بقول ماما كفايه كل سنه وانت طيبه يعني. جاب لي توكه كان وقعد يقول لي ان انا مش في قيمتها يعني، لسه مصروفي صغير فجاب لي، بس انا اتبسطت بيها جدا طبعا. لا جاب لي توكه شعر برضو وهو انا صغيره، وهو يعني بيروح يجيب الحاجه. بس حتى يعني مريم عندها احساس ماما شويه، كانت هي الاكبر فهي اللي بتروح تجيب، وبعدين وهو معاها وهي صغيره كانت مسيطره، وبعدين لما كبروا اتعكست بقى. لكن بقت هي اللي كانت بتجيب له الحاجات وهي صغيره.